أريج بنبقى بأجواء الفرح والميلاد بمحطتنا التالية، رح نترافق فيها مع الترنيم البيزنطي اللي هو حالة من الإحساس مرافقة للصلوات الطقسية، ويعتبر ويعبر عن الإيمان. اليوم رح نستحضر الميلاد ترنيما مع المرنم الدكتور وسام عزاري. سعد صباحك وميلاد مجيد. صباحك أسعد، ميلاد مجيد على الجميع إن شاء الله. شكرا، عليك أهلا يا وسهلا. رب. دكتور، كيف بتحب تبلش معايدة للكل اللي عم يحضرنا؟ بأي ترنيمة؟ منقول أحدى التراتيل الطقسية للميلاد، الترتيل الأشهر للميلاد. تفضل. شكرا. ميلادك أيها المسيح إلهنا قد أظهر نور المعرفة للعالم، لأن الساجدين للكواكب فيه تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وعرفوا أنك المشرق الذي من العلا، يا رب المجد لك. شكرا، يسلم هالصوت. تسلم، يسلم شكرا. هالتم. يمكن من أجمل طقوس الميلاد المجيد هي الترانيم. خلينا نحكي عن الترانيم الخاصة بعيد الميلاد. الحقيقة خليني أحكي عن الترنيم بالمبدأ، ومنه بوصل بسياق متصل للترنيم بالميلاد. وبس أقول ترنيم أنا بفرح، يعني بيرافقنا نحن المرتلين شعور الفرح مجرد نذكر كلمة الترتيل. وبنعتبر أنه الترتيل هو أقدم فن في الخلق، يعني من وقت ربنا خلق كل هالدنيا كان في ملائكة جنبه عم ترتل. فبنعتبر الترتيل هو فن لم يتوقف للحظة واحدة منذ بداية الخلق ولن يتوقف. والترتيل رافق كل أحداث البشرى اللي رافقت ولادة وحياة وآلام وقيامة السيد المسيح. وحدث الميلاد تحديداً أول العناصر اللي أعلنت أو بشرت بالولادة هن الملائكة، كما يقول الكتاب المقدس: سمع الرعاة صوت الملائكة في السماء يسبحون قائلين المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. اللي هي الترنيمة المميزة لعيد الميلاد، اللي هي الترنيمة اللي رنموها الملائكة. فمنلاقي الجوقات بتجتهد، الملحنين الكتاب بيجتهدوا بأنه هل آية هي تدخل دائما بالتراتيل، يتفننوا فيها لينقلوا بشرى الميلاد، لأنه هي الترتيلة كانت البشرى الأولى بالميلاد. فنحن من بعد الملائكة نحمل رسالتهم، ومسؤوليتنا بموسم عيد الميلاد أنه نحن نبشر ونسعد الناس اللي عم تحضر، ونهيئها من أسابيع قبل عيد الميلاد للوصول لحدث الميلاد. نعم. اليوم يعني لأي درجة بتكتسب ترانيم الميلاد طابع خاص؟ لكي خلينا نطرح مثال بسيط وشعبي ومن حياتنا اليومية. تمشي هلأ بالشوارع بالمنطقة هون، رح تسمعي المحلات والبيوت حاطة موسيقى وتراتيل عيد الميلاد. هذا عم بيحسسك بحالة معنوية كتير حلوة. بعيدا عن المظاهر التجارية للعيد، نحن حاسين حالنا عم نتهيأ. الزينة الموجودة، أحد أهم عناصر الزينة هو الجراس. منلاقي الجراس أو منلاقي أحيانا البوق اللي هو بيوسم الملائكة اللي عم تسبح، أو أحيانا الناي تبع الرعاة. كلياتها مظاهر موجودة بالزينة، هي منعكسات للترتيل، هي مؤشرات على أنه الترتيل مرافق كل هذا الحدث. طيب، خلينا نحاول كمان نستغل الوقت شوي ونسمع منك كمان ترنيمة أخرى من وحي هالمكان، هالبيت المقدس. رح أرتل ترتيلي
المرحوم الأستاذ وديع الصافي بيحكي فيها أو بيبدأ فيها ترنيم بدور الملاك بالترتيل بالبشرى. أخذ مقطع صغير منه. ملاك الوقف بين الضباب ناجى السماء وحاكى التراب عن سر طفل صغير جاي بقلب كبير يضوي الدنيا ويفتح ابواب ويثبت الايمان درب للانسان وتحكي السماء بمغارة الرعيان بشر ملاك الرب طار مع نسمة هوى غرقت دني بالحب والليل معت منطوى يسوع فجر جديد مرسال القلوب يسوع أول عيد قنديل الدروب يسوع. شكرا لك. يعني الترنيم البيزنطي هو بيعتمد على تنغيم الصوت بدون آلات مرافقة له. صح. قديش بيحمل هالترنيم خصوصية وشو خصائصه؟ مثل ما تفضلتي الترنيم البيزنطي بيفرق عن كل تراتيل باقي الطقوس بأنه يعتمد على الصوت البشري وفقط على الصوت البشري، بمعنى ما في آلات موسيقية ترافق. فمنلاقي الكنائس البيزنطية عادة ما في آلات موسيقية. هذا هي النقطة في لها يعني خلفية عقائدية بتقول أنه أثمن وأجمل ما خلق الله أصوات هو الصوت البشري، ولا يليق أن يسبح الله بأقل من الصوت البشري. يعني هذا عطية ربنا إلنا، وبالتالي كل ما خلق الله هو جميل، فما في أجمل من الصوت البشري، ولازم البشر يردوا جزء من هذا الجميل لربنا ويرتلوا بأصواتهم. هي أهم خصوصيات الترتيل البيزنطي. الترتيل البيزنطي من ناحية أخرى بيتميز بأنه ترتيل جماعي، لا يركز على المرنم الفرد ولا يجب أن ينشغل بجمال صوت مرنم، لذلك ينجح الترتيل كلما كان المشاركين أكبر. فالجمهور المصلين بالصلوات في له دور بالترتيل، وبيحس بقيمة مشاركته بالصلاة كل ما رتل كل ما أخذ دوره. فالمرتلين لهم دور والجمهور له دور والكهنة لهم دور. هذا كمان من خصوصية الطقس البيزنطي. من الخصوصيات الثانية للطقس البيزنطي هو الأيقونات البيزنطية الموجودة. والترتيل الحقيقة بينسجم مع الأيقونات البيزنطية، لأنه الأيقونة البيزنطية ما هي رسمة مجردة، هي بتحكي عن حدث كامل بتجمع أشخاص من أزمنة مختلفة، وقد تكرر الشخص مرتين بنفس الأيقونة لتحكي حدث كامل. الترنيم ينفرد بأنه يترنم بكل عنصر من عناصر هذا الحدث الخلاصي، لذلك منلاقي التراتيل البيزنطية تحكي عن كتير عناصر بنفس الترتيلة. فينا ناخذ مثال إذا بتحبوا. أكيد تفضل. بهذا المثال منشوف أنه الترتيلة بتكون دقيقة أو دقيقة ونص، بس بتحكي عن الله وعن طفل يسوع وعن الملائكة والمجوس والرعاة والأرض والنجوم، فاللي هن عناصر موجودين بالأيقونة البيزنطية. فالترتيل البيزنطي يتماهى مع فن الأيقونة البيزنطية. اليوم البتول تأتي إلى المغارة
لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة تفوق كل وصف فاطرب أيتها المسكونة إذا سمعت ومجدي مع الملائكة والرعاة من شاء أن يظهر طفلا جديدا وهو الإله الذي قبل الدهور. يسلم هتم. مثل ما قلت يمكن دكتور وسام ما يميز الترنيم البيزنطي هو ترنيم الجماعي، ولما نسمعه بنحس فعلا انه في موسيقى عم ترافقه رغم انه هو ما بيرافقه اي موسيقى. كيف بتقدروا تحافظوا يمكن على هيدا النمط من الترنيم وكيف بيتم التدريب عليه؟ الحقيقه في خصوصيه بالترنيم البيزنطي موجوده بباقي انواع الترتيل، اللي هي الشيء اللي بنسميه نحن كاختصاصيين هو الشيء الايسون او هو النغمه المرافقة للترتيل. بمعنى الترتيلة في إلى بنية لحنية معينة، في مجموعة من الكورال بنسميها مجموعة الإيسون، هي بتقول صوت الإيسون. شو هذا الإيسون؟ هي النغمة اللي بتضل مرافقة الترتيل، كيف ما تغيرت الجملة اللحنية في نغمة بتضل ثابتة. هيدي النغمة بفلسفة الترتيل البيزنطي تشير إلى الروح القدس اللي بيحمل الترتيلة وبيقدمها. موسيقى روحية لربنا. هي خلفية، هي الحامل للترتيلة، وكأنه الشعب يقدم هاي الترتيلة عرفاناً للخالق. فالإحساس بالموسيقى بالترتيل البيزنطي بيجي الحقيقة من سماع هاي الخلفية الموسيقية. يمكن العامة ما بتميز بين الترتيل اللي عم يمشي وعم ترافقه هالنغمة المرافقة، بيسمعوها متكاملة هي، فبيسمعوه بيحسوا بجمال. وأي مكان في العالم حدا بيرتل وبتلاقي حدا عطاء إيسون بيقول لك حاس حالي بكنيسة بيزنطية بترتيل بيزنطي، تحس في موسيقى روحية صحيح داخلت مع الترنيم. صحيح، واللي هي بنفس الوقت تعتمد على الصوت البشري. يعني كان في تجارب لآلات موسيقية تجرب تعطي هذا الصوت الثابت، الحقيقة في شيء فقد نكهته فتراجعنا عنه وقلنا لا خلينا بالصوت البشري، هو يعني أغلى هدية ممكن نقدمها لربنا. نعم. كمان حابين نسمع بهالصوت الجميل ترتيلة للعيد. رح أرتل ترتيلة شعبية بسيطة كتير بس بتحمل شيء من المعاني الروحية للميلاد. نعم. حافظين الصغار وحافظين الكبار على بساطة لحنها وبساطة كلماتها، ورغم أنها ليست بيزنطية ولكن أنا من التراتيل اللي بحبها على قد ما بتزرع قيم بسيطة عند الناس. ليلة الميلاد يمحى البغض، ليلة الميلاد تزهر الأرض، ليلة الميلاد تدفن الحرب، ليلة الميلاد ينبت الحب. عندما نسقي عطشان كأس ماء نكون في الميلاد، عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد، عندما نكفكف الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما نفرش القلوب بالرجاء نكون في الميلاد. ليلة الميلاد يمحى البغض، ليلة الميلاد تزهر الأرض.
الحرب ليلة الميلاد ينبت الحب. بالفعل يعني معاني روحية بيحملها هاليوم العظيم بتتجسد بهالترنيمة. شكرا كثير لك. شكرا لكم. أكيد نتشكرك المرنم الدكتور وسام عزر على وجودك معنا، ومثل ما قلت بليلة الميلاد ينبت الحب، وأكيد بنتمنى الخير والسلام لجميع السوريين، وإن شاء الله يا رب هيك يعم.